في موضوع آخر، نظم ديوان الوطني للسياحة والفندقة ونادي المتعاملين في السياحة بولاية قسنطينة إفطارا جماعيا على شرف الطلبة الفلسطينيين، والذي سيتصادف مع يوم الأرض الفلسطينية المصادف ل 30 مارس. هذا وحضر الإفطار ما يزيد عن 80 طالبا وطالبة فلسطينيين إلى جانب مختلف الجمعيات والفاعلين في المجتمع المدني. التغطية لهارون بوحزام. وقد حضر حوالي 80 شخص ما بين طالب وطالبة وممثلي السفارة الفلسطينية هنا في قسنطينة وممثلي الطلبة الفلسطينيين. سنعرب عن تضامننا مع شعبنا الفلسطيني في هذه الأزمة التي يمر بها. هذه المبادرة تأتي في إطار السياق العام، يعني لموقف الموقف الجزائري المعروف، الجزائر مع فلسطين ظالمة ومظلومة، وكنقولوا الشعب الجزائري يعني شعبا وحكومة، وخاصة نحن شفنا يعني الموقف الجزائري الأخير الدبلوماسي الأخير في مجلس الأمن. أشكر كامل الجهود التي بذلت خلال هذه المبادرة الرائعة والكاملة. طبعا نحن لم نتفاجأ بهذه كهذه من النوع من المبادرات. نحن نعرف طبعا على علم بأن الجزائر وفلسطين هو شعب واحد وليس شعبين. والله الجزائر دائما معنا ورانا، تخدم شو ما يطلع بإيدها بتساندنا وبتساعدنا، ما بتقصر، ربنا يعطيهم ألف عافية.